كيت اللي كتوصلتوا بها 8000 اقل من السنه الفارطه اللي كانت تقريبا تقارب 11000. يعني شنو هي نوع الشكايات وشنو القطاعات المعنيه؟ الشكايات في ثلاث القطاعات المعنيه المهمه، الاولى هي عندنا الاتصالات والبنوك وكذلك في السكن، السكن لانه كيشكل واحد الاشكاليه هي عويصه وعويصه جدا. غنطرح نفس السؤال سي الخراطي. سي الخراطي، هل فقط سؤال يعني حول انتم في القنيطره كجامعه وكجمعيه بالخصوص، وكنطرح سؤال حتى بالنسبه للجمعيات اللي تابعه لكم في كامل التراب الوطني، شنو هي الشكايات اللي تلقيتوها، العدد ديالها والقطاعات اللي معنيه؟ في البداية أود بهذه المناسبة بالاحتفاء العالمي اليوم العالمي لحقوق المستهلك بتقدم التهاني إلى المستهلك والمستهلكة المغربية أولا، كما أحيي ضيوفك الكرام. فبالطبع كيف يمكن أن نتكلم عن حماية المستهلك والمستهلك المغربي يعيش أزمات، الأزمات منها زيادة في الأسعار لأصبحت مؤسساتية. قبل ما يعني هناك فضائح، لكن ممكن تربط فضيحه اضحيه العيد. انا جاي أنا لا غير جاوبني على السؤال باش نتقدموا يعني بشكل منتظم. لا بشكل منتظم غادي نطرح عليك هذه الاسئله، يعني الشكايات اللي ورداتكم انتم في اطار لا هو علاش مرتبط؟ انا جايك بان حيت مرتبط مع الشكايات اللي تنتوصلوا بها، بان هذه الفضائح مرتبطه بالشكايات، بان المستهلك المغربي في 2017 شكا من الأضحية ديال العيد كان عدد كثير وكثير، كذلك المشكل ديال الشاي، المشكل ديال الذبيحة السرية، المشكل ديال العقار إلى آخره. فأصبح بأن المستهلك المغربي يعيش في حالة رهب، وبأن وكانت ولات يحس بأن غير محمي رغم وجود 317 نص قانوني في هذه الترسانة القانونية الموجودة على الصعيد الوطني. فبالطبع بأن الجامعة المغربية حقوق المستهلك اللي تشتغل تحت لواء ديالها 63 جمعية، وتشتغل من بعض هذه الجمعيات كاينين 23 شباك المستهلك. فبالطبع على غرار ما يقع في شبابك المستهلك، العدد لسنة 2017 وصل ل 7175 شكاية أو اتصال. من الأهم ديال الأضرار اللي تعيش المستهلك المغربي اللي عرفنا في 2017 كان أولهما المشكل ديال العقار، ثاني هما التغذية، وتندخلوا التغذية القادية ديال العيد، ديال الأضحية ديال العيد والذبيحة السرية، وهذه المشاكل مرتبطة بالمراقبة ديال المواد الغذائية. كذلك هناك قطاع آخر اللي تيتشكاو منه المستهلك المغربي، وهو القطاع الخدماتي كالصحة والنقل، كالصحة والنقل. فبالطبع بأن احنا كمجتمع مدني اللي هو عمل تطوعي، لعمل تطوعي لترقاو باش يوصل المستوى المغربي ديال حمايه المستهلك بحاله بحال المستوى الاوروبي. ملي تنجيو بان احنا كمجتمع مدني، ملي تنبغيو نخاطبوا الحكومه، تلقاو عندنا فسيفساء ديال المؤسسات الحكوميه اللي تعنى بحمايه المستهلك، ما فيها وزاره التجاره والصناعه اللي تنشتغلوا معها منذ سنه 2000، ولكن هناك مؤسسات اخرى اللي لا تعطي اهميه للمستهلك المغربي.